فمساله المؤجلات دي لازم اللائحه دي تتغير بشكل جذري، ولازم رابطه الانديه كلها قرارات واضحه. انا هنا مش هاخد راي انديه، انا هنا هنزل بقواعد، انا ما بخترعش العجله، بشوف بره الدنيا بتمشي ازاي. كل اسبوع حضرتك عندك جوله، انا ما يخصنيش ان حضرتك بتلعب فين ولا بتعمل ايه. يعني النهارده الكابتن يورجن كلوب اللعب بره يبقى بزياده يوم، خلي زي بعض ده لازم. يعني مثلا الاهلي بيلعب في جنوب افريقيا سي مثلا، يوم الاحد يرجع يلعب الاربع. كابتن هو مش بيديله يوم، بيديله اربع ايام، هو مش بعد كده. او الزمالك بيلعب يوم الاثنين يلعب الخميس. خلاص دي يا كابتن شوف بتبقى في حاله واحده بس، لما الجدول يبقى فيه المباراتين بره مصر. ايوه انا بس عايز اسال، هو مش الاهلي لعب مع صن داونز ذهاب السيمي فاينل في الدوري الافريقي يوم الاحد؟ ايوه. وجه لعب الاربع في القاهره؟ ايوه على طول الاربع في القاهره. عشان اللائحه فيها اربع ايام، هنا فيها اربع ايام ده يا دوبك، انت ما كملتش ثلاث ايام حتى، وجي لعب الاربع في القاهره. نعم. ما كانش فيها اعتراض، الاهلي لعب البطوله بجوائز ماديه مختلفه. ماتشين في اسبوع، احنا بنتكلم في ثلاث ماتشات في اسبوع. انت المسافه